أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام صلى التراويح وبعد أن صلى 8 ركعات قام وصلى ركعة واحدة ناسيا، ثم إنه صلى ركعة أخرى بعدها لينقض وتره هذا ليكون آخر صلاته بالليل وترا، فصار المجموع 10 ركعات، ثم إنه أتى بعد ذلك بركعة الوتر فأكمل 11 ركعة، فما حكم فعله هذا؟ نعم، إذا كان أنه صلى واحدة تاسعة صلاها ثم أنه ذكر أو تذكر وقام وأكمل الركعتين، جاب ركعة يضمها إلى الركعة التي قبلها في الثنتين ثم أوتر بواحدة، لا بأس. نعم، لكن يسجد للسهو. نعم.